انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية مشتركة للغرف الوطنية المتدخلة في قطاع زيت الزيتون من أجل تسليط الضوء على الإشكاليات التي يمر بها القطاع وتقديم الإيضاحات اللازمة بعد الجدل اللي دار حول المنظومة وهيكلتها. قلنا تطورات الإنتاج الحقيقة باش تكون هائلة باش تكون صعبة قياسية بحول الله، معناها المؤشرات 350 ألف طن والتصدير يعني احنا نتوقع باش نصدروا تقريبا 250 ألف طن. الفلاحة كنا فلاحة متاع زيتون، معناها تقريبا 320 ألف مستغل فلاحي كليا ولا جزئيا، وبرشا فلاحة عندهم عصرية وبرشا فلاحة مصدرين، والفلاحة منافس مع فلاحة اسبانيوري وطلياني، ولازمنا نلقاو حل كيفاش نطوروا المنتوج متاعنا. الحل في الوقت الحالي هو أنه نسمحوا للفلاح أنه ينجم يخزن الزيت متاعه، نعطيوها تمويلات بمنح لخدر تكلفة التمويل في تونس غالية برشا، بمنح على أساس أنه يخبي زيت متاعه. احنا زيت الزيتون التونسي راهو زيت الزيتون اللي نجم يقع خزنه لما لفترة طويلة، معناها جينا في ظرف اللي منتوج العالمي مرتفع وفي تونس زادة مرتفع، ولازمنا معناها ما نبيعوش في الوقت ذروة كما نقولوا وقت ذروة الانتاج ونبيعوا بالمتخالف. وطالبت الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون السلطات التونسية والاتحاد الأوروبي بالترفيع في حصة تونس من صادرات زيت الزيتون التونسي نحو الاتحاد الأوروبي لمئة ألف طن مقابل 56 ألف طن، خاصة وأن الطلب الأوروبي على زيت الزيتون فوق 50 مرة الحصة اللي حددها الاتحاد. والله احنا الاتحاد الاوروبي طلبنا السلطات مش تونسيه، تونسيه والاتحاد الاوروبي ولا وكل المتدخلين انه يقع رفع الحصه هذه مش ترفيع نتاعها، تنحيتها كومبليتمون. وكنا رافضين ان ندخل في تفاوضات نتاع ما يسمى بالليكا قبل، كان شرطنا مش كنا واضحين، احنا كنا الشرط الوحيد الاولاني خليونا حرار في زيت الزيتون كما عطاو لايطاليا للمغرب، هذا قبل كل شيء. باه توا ما قبلناش، طلبنا في الترفيع، ولكن اليوم حتى الترفيع على الاقل حتى كما نرفعوش نقع التصرف فيها 100,000، هي حصه 56,000 طن واحنا طلبنا انها توصل على الاقل 100,000، يعني ما غير حصه. اخي هما مستحقين الزيت بتاعنا راهو، احنا اذا كان هما فما طلب، انا نعطيكم معلومه ان اللي طلب 50 مره الحصه سنيره راني ما تعرف، هما الوردين يعملوا مطلب الاتحاد الأوروبي معناها في إدارة بروكسل، ووقع طلب 50 مرة الحصة، معناها شيء كبير ياسر. الاتحاد الأوروبي اليوم في موقع قوة بالنسبة لتونس، وإحنا مالوريزمون معناها يعني عندنا ارتباطات عريقة بالاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي اليوم يحب يشرط أنه يقع حل التفاوض في الليكا قبل ما يحكي على الزيت، وإحنا رافضين التموقع هذا، وهذاك علاش الحل راوه أنه نتجه لوجهات أخرى، سوق الأمريكانية، سوق الصينية، سوق الإفريقية الواعدة، وقاعدين نحضروا في برامج لتطوير الأسواق الواعدة هذه.